محطتنا التالية سلمى رح نتجول فيها على الإبداع السوري من وحي الحدث وأنشطة هالمكان اللي عم ينبض بالحياة وإنجاز علمي من الشهباء الحاضرة بابتكارات طلاب جامعة حلب في معرض الباسل للإبداع والابتكار. أكيد نور رح نتعرف على الموسوعة الدوائية الشاملة عبر تطبيق الموبايل واللي بيستند لمراجع عالمية مع أصحاب الابتكار خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة جامعة حلب ومحمد كنان الجاجة من طلاب الكلية. وأكيد هالمشروع كان برعاية معرض الورد يمكن ما بيت الورد بحلب. ماشي، خلينا بالبداية نتعرف عليكم أكثر وتحكونا عن مشاركتكم. خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة جامعة حلب وأحد طلاب الكلية، زميلي كنان زميلي مشروع التخرج. نحن عبارة عن 7 أشخاص ضمن مشروع التخرج الموسوعة الأدوية السورية الإلكترونية، عبارة عن موسوعة دوائية شاملة أثبتناها بطريقة علمية كثير عالية الدقة اعتمادا على مراجع دوائيه عالميه مثل المارتندال، البي دي ار بخصوص الادويه النباتيه، المرجع الدوائي السوري الاس دي ار. طبعا كنا كثير دقيقين بادخال البيانات ومدققين كثير على الموضوع لانه اي خطا ممكن انه يسبب هي موضوع نقطه كثير مهمه. بدي اسالكم عنا شباب وشي يسعد صباحكم، خلينا نحكي من وين اجت الفكره الموسوعه الشامله الدوائيه وقديش فعلا لازم تكون دقيقه، يعني لما انا بدي ادخل على هي الموسوعه لازم يكون عندي معلومات كامله وشامله ودقيقه. تماما. هلا نحن اول ما بلشنا بصراحه ما كان مش انه يكون ابلكيشن انه يكون موسوعه دوائيه، كان بغير منحة بس كمان فيه فكره انه يكون هو تطبيق، بس صار انه كونه نحن سنه خامسه عندنا وخاصه بالصيدله فحص الملازمه وغير فحص العام وعندنا يعني الضغوطات الكثيره ما قدرنا نلحق الفكره اللي كانت عندنا. فالدكتور المشرف علينا الدكتور ياسر عبجي هو اللي يعني حب يكون كونه نحن رايدين في شيء تطبيق يكون تكنولوجي، فهو اللي يعني اشار علينا انه يكون تطبيقنا كمان انه هو تطبيق بس بمجال الادويه بحيث انه كمان هو للصيدله نقدر نستفيد منه قدر الامكان سواء كانوا صيادله او طلاب ملازمين او شرائح العامة، فهيك بشكل عام الموسوعة الدوائية كانت شاملة. طيب كنان خلينا نتعرف، عفوا خالد خلينا نتعرف من حضرتك بالبداية كيف يتم استخدام هاي المرجعيات وكيف يمكن بيتم ايضا تصنيفها لهي الموسوعة؟ تمام. هلا هدفنا الرئيسي بالمشروع هو كافة فئات المجتمعية من الطبيب للصيدلاني لعامة الشعب. نحن ادخلنا كل مادة دوائية استطبابه، مضاد استطباب، كيفيه اعطاء الجرعه الدوائيه، التداخلات الدوائيه لها، تحذيرات، تصنيف الحمل ان وجد، يعني مدى امانه للحامل، امكانيه اعطاء للحوامل. بالاضافه لهالشيء نظرا لكثره الشركات الدوائيه الموجوده بسوريا عندنا 87 شركه، ادخلنا كافه الادويه الخاصه بكل شركه، طلع معنا الاحصائيه 8300 دواء مجموع الادويه الموجوده بسوريا. طبعا انت من خلال ما دخلتي نزلتي الابلكيشن فاعطاكي الخيارات كامله قدامك. عم نشوف بعض المشاهد على التلفزيون من التطبيق. تمام. اول شيء رح يطلع عندك البحث حسب الاسم التجاري، مجرد انا ما شفت علبه دواء عليها اسم تجاري اكيد، ادخلت الاسم التجاري فرح يعطيني كافه البيانات عن الدواء، زمرته الدوائيه، مسكنات الام، أدوية قلبية، خافضات الضغط، الفقرة اللي بعدها راح تكون الجرعة وطريقة الإعطاء، لأي معمل تابع هذا الدواء، عياره، تركيز المادة الدوائية الموجودة فيه، الحالات المرضية اللي لازم أنا أحسن استعمل فيها هذا الدواء، مضادات الاستطباب، الحالات اللي ما بحسن أعطي فيها هذا الدواء، التحذيرات الخاصة يعني بكل مادة دوائية. النشرة اللي بتكون المرفقة لكل دواء ممكن الشخص يقدر يشوفها من خلال هذا التطبيق. تماما. بس مو اعتمادنا على نشره نحن، اعتمدنا على مراجع بحيث نتوسع اكثر نكون دقيقين اكثر باعطاء المعلومه الطبيه. وهي يعني هي نقطه مهمه لانه دائما هلا بتلاقي الناس بتفتح الانترنت والجوجل بلا تاخذ المعلومه الطبيه، هذا بيجنبنا الخطا نوعا ما لما يكون عندي انا موسوعه دوائيه شامله وفيها المعلومه الصحيحه ان كان استطباب او اثار جانبيه او سلبيه، لانه في اخطاء شائعه يعني اليوم عم تصير معنا ان كان بالبيت يعني من خلال الاهل الجيران، فهيدا بيجنبنا الاخطاء الشائعه اللي عم نتعرض لها بشكل عام. تماما. هو هيك اساس المشروع انه نحن كونه معتمدين على مراجع
هي قويه، وسواء في منها اجنبيه يعني صار ترجمتها، فهي مراجع قويه. فمثل ما قلتي حضرتك انه هي اكثر شيء محن بتصير الاخطاء هي عن طريق استعمال الادويه بالبيت، يعني عن طريق الاهل. فبشكل عام نحن هذا التطبيق الابلكيشن كان كمان انه مو بس يهم الطبيب، مو بس يهم الصيدلاني، كمان الموجودين بالبيت. فانا الدواء ممكن بس انا ابحث عن اسمه فاخذ معلومات عنه، بس بنفس الوقت انا ما بقدر، نحن ما بنقول انه دائما هذا التطبيق يضل مرجع، يعني في عندنا الصيدلاني عندنا الطبيب اكيد بيضل هو الخبير اكثر لحتى يعطي. هي اهم شغله يعني، هي دائما لازم ننوه عليها. يعني الناس بشكل عام بتروح لعند الصيدلاني ليوصف لها دواء بدل ما تروح لعند الدكتور، فنحن هيك وسعنا لهم الموسوعه. هي يمكن هي اختصاصيه اكثر للاطباء من الناس يعني. تماما، هو بيضل الطبيب اكيد هو يعني عنده المعرفه الاكثر لتشخيص المرض، بعدها بيجي الصيدلاني انا اعرف الدواء ليش وايمت وكيف نستخدمه والجرعات. يعني هي بتضل الموسوعه او التطبيق هو بس مساعد. انا دائما يعني في ادويه الاطلاع، فينا نقول يعني اطلاع تماما، هو بس معرفه. يعني انا ما بقدر، نحن لازم ننوه انه ما دائما انه احنا هذا التطبيق بنستفيد انه اتبعه. يعني هو ممكن غلط واحد ما منتبهين عليه، اخذوا دواء مع دواء ثاني ما موجود او يعني ما انتبهوا عليه، فممكن يصير غلط. والجرعات اهم شيء، التركيز. يعني في ادويه مهمه انه يكون التركيز، بحسب الطبيب على الوزن، فهي كثير مهمه انه لازم يكون دائما متابعين الطبيب. انه التطبيق هو كمان انه نتبعه كانه نحن بس معرفه، وبشكل عام انه هو بفيد كمان الصيادله وخاصه الملازمين. عندنا فحص ملازم للصيادله اللي بيكونوا هنا بالسنه الخامسه، فكمان لهم دور انه هون التطبيق له دور انه ممكن يساعدهم. لان في عندنا مثل بالملازمه انه بدائل الشركات يعني كثير مهم، بتفوتي على لجنه في عندنا مقابله فبدائل الشركات بنفس الوقت ليش بنعطيه ليش ما بنعطيه، فانه هو معلومات لازم يكون نحن الصيادله عنا يعني. طبعا خالد، خلينا نحكي يمكن كيف تم العمل على هيدا التطبيق، كيف كانت الاجواء؟ طلاب سوريين رغم كل ظروف الازمه يمكن عم يفاجئونا بالانجازات اللي عم يقوموا فيها، خصوصا بحلب. يعني حلب كانت عم تتعرض لظروف صعبه ومع ذلك دائما الانجاز والابداع مستمر. خلينا نحكي عن الاجواء، كيف كانت يمكن العمل المشترك بيناتكم انتم الطلاب؟ بصراحه يعني مثل ما معروف بكل سوريا انه جامعه حلب ومحافظه حلب هي محافظه الصمود، وجامعه حلب وطلابها هن جنود ومرادف الاول للجيش العربي السوري على الجبهات. نحن كان عندنا اراده وتحدي، نحن لازم ندفع عجله التطور بسوريا للامام، لازم ندعم باي شيء ممكن نساعد بتطوير بلدنا، نقدم الحضاره لقدام، نحافظ على المستوى العالي واسم سوريا بالعالي. فلذلك كتقديم شيء كتير كبير أو كفكرة نوعية بكلية الصيدلة عملنا هذا التطبيق. ليش؟ لأنه نحن بدنا شيء على أرض الواقع يتطبق يستفيد منه المجتمع، يعبر على مدى التكنولوجيا والتطور الموجود بسوريا، نشر الثقافة الدوائية والثقافة الصحية لكافة الفئات المجتمعية. هذا كان هدفنا الأساسي. نحن كل ما كانت الظروف صعبة عنا بالجامعة وعنا بمحافظة حلب كان عم يقوى التحدي عنا، كل ما اشتدت المصاعب ازدادت الإرادة عنا بشكل كتير كبير. يمكن يعني من رحم الأزمة بيولد الإبداع بشكل أقوى. تماماً يعني تماماً. كل الضغوطات اللي واجهتنا كلها كانت عم تولد إصرار جواتنا، كل ضغط كل مشكلة كل شيء صار معنا كان عم تولد إصرار جواتنا إنه لا نحن بدنا نبدع، بدنا نقدم شيء لسوريا، بدنا نقدم شيء ينفع اسم سوريا بالعالي. بدنا ننشر ثقافة طبية بشكل واسع، ككلية صيدلة جايين نقدم شيء للمجتمع بشكل عام يستفيد منه، نسهل طرق الوصول للمادة الدوائية. إنه مثلا أنا أخذت دواء أو صارت معي مشكلة، تمام، أنا ممكن مجرد ما فتحت الأبليكيشن طلعت على الآثار الجانبية للدواء مثلا لقيت دوخة، إنه أنا عم صير معي دوخة، فأنا لازم أراجع الطبيب. هون بهالحالة لازم أراجع الطبيب أقول له إنه أنا دكتور عم بستخدم هذا الدواء وصار معي دوخة وغثيان مثلاً، فهون ممكن الطبيب يعدل الجرعة أو يغير الدواء. فشيء مساعد، شيء مكمل للحقل الطبي الموجودين فيه، شيء بيساعد بتطوير معلومات الطبية عنا جميعاً. طبعاً كلياتنا جنود بالعلم ودائماً بنسعى لنزيد المعرفة عند الكل،
باي شيء ممكن نقدمه. يعني خالد وكنان، وجودكم اليوم ويمكن هالتطبيق اللي شاركتوا فيه هو اكيد انتصار لروح شهدائنا، شهدائنا بجيش العربي السوري، شهدائنا من طلاب العلم بجامعه حلب. اليوم هذا المعرض قد يمكن قدم لكم فرصة، يعني يمكن شفنا من أجنحة تانية من دول عربية من دول أجنبية كانوا عم بفوتوا على معرض الباسل ويشوفوا الشباب السوري اللي مشارك ويقولوا إنه نحن ما لنا مصدقين إنه أنتوا قدرتوا بظل هاي الحرب يكون في هيك مشاركة. هل في حدا زاركم شاف اللي شيء اللي قدمتوه كيف كان؟ تماماً. هلأ هو مثل ما ذكرتي نحن أهم شيء إنه نقطة الشهداء، حتى في من كليتنا ومن دفعتنا زميلتنا كانت إنه رحمة الأرواح. تماماً. هلا نقطة انه نحن امبارح او بمشاركتنا بالمعرض مثل يعني عندنا الدكتور مصطفى افيوني رئيس جامعة حلب اكيد متشكر، امبارح كان عندنا وزار قسمنا وجناح جامعة حلب اكيد اعطانا كلماته لحاله كانت دافع لنا، ومثل ما ذكرتي انه نفس النقطة انه نحن رغم كل الازمات اللي مرت على حلب انه طلع مننا شيء، سواء من كلية صيدلة او الكليات الثانية اكيد في مشاريع كثير ترفع الى الطباعة، في كثير افكار حلوة. فنقطة الدكتور مصطفى أفيوني لما أعطانا هاي الكلمات كانت كتير دافع قوي، وأكيد هي تجربة كتير حلوة لإلنا إنه نشارك نحن بهيك معرض، فرصة جديدة قدرنا يعني مثل ما نحن كان إلنا مشاركة تعرفنا على المشاركات الثانية الأفكار الحلوة، فهي أكيد نحن يعني شرف إلنا كنا هون بهالمعرض، وإن شاء الله دائما نحن إنه يعني حتى الأفكار للأبليكيشن ما وقفنا هون، يعني بإذا الله في تطوير واستمرار. تماما. نحن إذا بس على الستاند عندنا حاطين مثل دفتر استبيان، ففي رأي عن التطبيق تمام من الملاحظات، فكانت 95% تقريبا كلها إيجابية، فنحن كنا نقول لهم إذا في خيارات يعني ممكن نحن تساعدنا، يعني الحمد لله كان في حتى خيارات يعني حلوة ممكن نحن نضيفها لحتى الإفادة تكبر، بس إنه نحن أساسا كان الأبليكيشن كنقطة أساسية هو أوفلاين، في حتى أفكار إجت أونلاين، يعني حتى إنه وقتنا نربط يعني التطبيق يصير بين انه اوفلاين واونلاين كمان هون في صعوبه، بس حتى هدول الافكار نحن اخذناهم ببالنا وباذن الله راجعين نكمل عليهم. اكيد. طيب خلينا نحكي اهميه المشاركه بمعرض دمشق الدولي خصوصا لدعم الاقتصاد الوطني، يمكن فينا نقول هيدا الابلكيشن كمان بيعرف على المنتج الدوائي السوري، يعني المنتج السوري بامتياز لما يكون في عندنا مشاركه لاكثر من 43 دوله على مستوى العالم. قديش فعليا انتم كطلاب جامعه بتحسوا انه فعلا نحن ضمن امكانياتنا عم نساهم في دعم الاقتصاد السوري؟ تمام. هلا نحن مثل ما ذكرت الشركات اكيد في لما عم اذكر شركات دوائيه عم اذكر منتجات الدوائيه، اكيد في دعم اقتصادي. نقطه اساسيه انه الشركات حتى في يعني الحمد لله في شركات جديده عم تفتح، يعني بغض النظر عن الشركات هي دعم الى نوعا ما فينا نقول كمان ما دعم للشركات الجديده نوعا ما. تمام. نحن انه الشركات لما بتكون موجوده يعني عم تفتحوا جديد عرفنا على اصنافها عرفنا على الشركات الجديده، اكيد انه هذا دعم حتى باذن الله التطبيق ما بده يضل داخل سوريا، يعني التطبيق مثل ما ذكرتي في دول ثانيه مشاركين عندنا دول عالميه موجوده، فاكيد بده يصير عندهم فكره عن التطبيق، وحتى من الزوار اللي زارونا كان في زوار من خارج سوريا اعجبوا بالتطبيق ويعني طلبوا يكون في تواصل، فاكيد هذا انه شيء في تبادل، يعني أكيد. ممكن من خلال هذا التطبيق تطبيقات اخرى عالميه يصير في تشاركيه للتعريف على المنتج السوري. تمام. ممكن يصير هيك فكره، يعني بالاخير نحن ما نعمل التطبيق بس انه لسوريا، هلا هو كمعلومات كمنتجات هي سوريه النقطه الاولى، بس لما بيطلع هو لما بنعرف تطبيق سوري صار بغير دول استخدمه طالب صيدلي مثلا نعتبر بغير مدينه، لان حتى في خيار من خيارات التطبيق هو بس معلومات دوائيه علميه، فبيقدر يستخدمه هو بغض النظر عن الشركات بيقدر ياخذ منه معلومات، بس اكيد بده يصير عنده فضول لما موجود اكثر من خيار، يعني انا بقلب الابلكيشن في خمس خيارات اكيد يصير عنده فضول يبحث يدور في اسماء الشركات السوريه اللي هي 87 شركه، حتى في شركات يعني جديده صار لها شهرين او ثلاثة شهور بمنتجاتها لسه جديده كمان موجودين، فهذا اكيد دعم اقتصادي وبصير بكره يعني بكره ان شاء الله في تواصل بين الدول. اكيد. يعني كمان لازم ننوه نور يمكن انه معرض الباسل للابداع والتميز السنه اول مره يفتح، يمكن اللي هي قسم السوفت وير بقلب المسابقه اللي انتم مشاركين فيه اللي هو تطبيقات الموبايل، هل في مثلا تطبيقات ثانيه من المشاركين شفتوها مثلا نالت اعجابكم او حبيتوا انه تعملوا شيء شبيه، ولا بس رح تبقوا ضمن هالاختصاص الصيدلاني؟ هلا نحن كتطبيق موبايل او سوفت وير
شفنا تطبيقات ثانيه بس بغير اختصاصات وبغير مجال. نحن هدفنا الاساسي بالابلكيشن تبعنا هو طبي بحت، دعم الاقتصاد السوري. نحن في عندنا خيار اسمه دليل الشركات الدوائيه السوريه، هذا كثير مهم. مجرد ما الشركات اخترنا هذا الخيار رح يطالع لي ايش في شركات سوريه موجوده، تمام، بننقي الشركه اللي بدنا اياها، بيعرض لي منتجاتها. حتى بالمرحله القادمه ان شاء الله رح نشتغل على اساس انه يكون في عندنا خيار ملف تعريفي عن كل الشركات الدوائيه الموجوده بسوريا، ميزاتها، شهادات الجوده اللي حاصله عليها، الاصناف الدوائيه اللي بتقدمها واللي رح تطرحها بشكل دائم، دائما في ابديت للابلكيشن، تمام. مثل ما قلت لك هدفنا الاساسي هو طبي بحت، نشر ثقافه طبيه، دعم الاقتصاد السوري بكافه الجوانب الدوائيه، بحيث الشركات تعريفها ممكن، يعني نحن كشركات دوائيه موجوده بسوريا في عندنا كثير تقنيات متطوره، تجهيزات متطوره مطابقه للمواصفات العالميه وكثير مرغوبه حتى قبل الازمه واثناء الازمه مطلوبه، نظرا لفعاليه الماده الدوائيه العاليه الموجوده فيها. أكيد بدنا نشكرك خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة، ومحمد كينان الجاجي من طلاب كلية الصيدلة في جامعة دمشق. نتشكركم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والتطور واستمرار إن شاء الله كمان بالمحافل الدولية. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودكم وتحية لكل أهلنا بحلب. شكرا كثير لكم.